تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. الكوره جت في ملعب رضا عبد العال. رضا عبد العال ما صدق يلاقي النادي الاهلي بيتهزم او بيتعادل، ولا يتكلم على تحليل ماتش، ولا يتكلم على اداء حكام، ولا الحكام ظلمت النادي الاهلي، ولا كان في ضربه جزاء لحسام حسن ما اتعادتش، ولا ضربه الجزاء بتاعت حسام حسن المفروض تتعاد، يعني في ضربه جزاء لحسام حسن ما اتحسبتش، وفي ضربه جزاء بتاعت معلول اللي شادها المفروض تتعاد عشان اللعيبه داخله ال 18 ومن اولهم لعيبي المقاولين، ولا قال ان في ضربه، ولا في قال ان المفروض في طرد باين ورسمي للنادي الاهلي على مدافع نادي المقاولين ولا حاجه. هو يطلع بس يقول لك اللعيبه دي مش بتلعب في الشارع، اللعيبه دي مش عارف ايه، ريكاردو كذا وكذا وكذا وكذا. انا متفق مع يعني رضا في حاجات كتير من اللي هو قالها او اللي هيقولها، ولكن ما تمسكليش العصايه من النص لما ابقى مظلوم، ولما ابقى الزمالك ما مش مظلوم ولا اي حاجه، تسيب النكسه بتاعته والخساره بتاعته والشكل الاحتواء بتاعه وتكلمني في التحكيم. لا، تتكلم في التحكيم هنا يبقى اتكلم التحكيم في كل مباريات النادي الاهلي، تتكلم في التحكيم في النادي الزمالك تتكلم بنفس الشيء، ما تبقاش الشيء ونقيضه، الشيء وعكسه. ولكن لعيب النادي الاهلي هم اللي جابوا لنا المشاكل. طب انا اطلع ادافع اقول يعني قناتنا عشان ترد على رضا عبد العال والواد فطوطه واحمد جمالات وهزاز الرؤوس وشريف جمعه ومجد عبد الغني والناس دي كلها. طب انا اطلع اقول ايه؟ ادافع اقول ايه؟ اللعيبه دي عضضناها وقفنا جنبها وقت طويل. طب ادونا مساحه ان احنا ندافع عنكم بحرقه وبقوه. يعني لعيبه النادي الاهلي مجهده وتعبانه وليها 4 سنين تلاحم والكلام ده قلناه، وفي اصابات وفي تعنت من التحكيم ضدنا، كل ده تمام، بس ده ايه علاقته بضربه جزاء تضيع بلاعب المفروض يلعبها في زاويه اخرى غير الزاويه اللي هي لاعب مش عارف يشوط فيها، وجالنا 3 فاولات من على حدود ال 18 بنشوطها في الحيطه، ومره نشوطها في ركبه اللاعب. اقول ايه طيب؟ اقول ايه؟ تعالوا نطلع ونسمع ونشوف رضا قال ايه ونرجع نكمل مع بعض. والله الواحد حزين، حزين ومش عارف الاقي، مش لغايه دلوقتي انا مش متصور النادي الاهلي يخسر كم البطولات دي في وقت قصير. وعلى الجانب الاخر مش انت اللي بتكسب الاخرين، ده انت اللي بتقول للاخرين اتفضل خد البطوله بتاعتي اللي هي ملكي بتاعتي. نفس الامر هو سيناريو السنه اللي فاتت لما قلنا نرجع نبقى فارقين بثمان نقط، نرجع مش عارف ايه، نرجع ايه، كل ما نقول نرجع ونكسب المؤجلات والهوسه دي، المؤجلات دي اكبر نقمه على النادي الاهلي، اكبر نقمه المؤجلات. انا بعد كده بطالب ان النادي الاهلي ما ياجلش اي ماتشات، لان الماتشات اللي بيأجلها وبيلعبها في وقت زمن قصير بيقع فيها. حتى وانت وسط البطوله لو في فرق بينك ما بين ان انت تلعب في دوري ابطال 3 4 ايام، لا العب المباراه، العب المباراه وانت فايق وانت دايس وانت رجلك في الملعب هتفوز. انما كل تأجيلات الماتشات دي جت فوق دماغنا في الاخر. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف رضا قال ايه ونرجع نكمل مع بعض. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناه تيجي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناه تخليات الاهلاويه على اليوتيوب. اخواتي الاهلاويه اللي مشتركين بالفعل في القناه اتاكد ان انت مفعل زر الجرس ومختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه تخليات الاهلاويه. يلا نطلع ونسمع ونشوف فاصل من الهدس المبرر ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. ليه؟ ما هو ده الكلام اللي انتوا كنتوا بتقولوه من شهرين ثلاثة. ما الناس لو بتسمع الكلام يعني يسمعوا الكلام ويحللوه بتاعكم او بتاعنا. لما بنيجي نتكلم عن النادي الاهلي او نادي الزمالك والناس تطلع تهاجمك، ما هي دي المحصلة بقى. انت كانوا بيهاجموك عشان ان انت بتقول من بدري عمال تدي جرس انذار، جرس انذار، الاهلي وحش، الاهلي كرف في الناس. ده الكلام ده من ايام موسيماني، يعني ماتش المصري وماتش البنك الاهلي وماتش سيراميكا كليوباترا وماتش طلائع الجيش، مش كل دوت هزيمه وثلاث تعادلات وبعد كده راح البطوله نهائي افريقيا خسر البطوله ورجع الترس من اياميه وهو نازل. والكلام ده كنا لما يعني نقوله نطلع نتهري ونشتم ويقول لك انتوا مش عارف ايه. احنا الاهلي والزمالك هم يعني هي هم الكره المصريه، مع كل احترام طبعا للفرق الثانيه، دولت لما بيبقوا عاليين الفرق كلها الفرق كلها بتعلى والمنتخب بيعلى وبتحس بالكوره وبتحس بحلاوتها وبتحس بالمنافسه.
واخد بالك؟ انا اول ما جه سواريز ده قلت عليه العوض كده في الدوري، لان قرار كان خاطئ 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 ان هو يمسك في التوقيت ده، وفي ظل ان النادي الاهلي بينافس، يعني ظل ان النادي الاهلي لو انا بقول لك لو سابوا وسام وصال والله ما كان هيوصل للحل كده. كابتن رضا انا مش عاوز اقطعك، خلي بالك الماتشات دي احنا كنا بنحب نلعبها، النادي الاهلي بيحب اللي هم الفرق اللي بتلعب ديفنس، فرقه المقاولين كلها في ال 18، ما فيش لعيب عنده حل، ما فيش حلول من الراجل، الراجل لحد الدقيقه لحد ما محمود متولي اتصاب الراجل مصمم بيبقى موجود في الملعب، ما تشده وتنزل فرويد او نزل. ما انت قلت حاجه حلوه يا ابو الذهب، انت قلت حاجه حلوه، انت بتلاعب ثلاث فرق مهددين بالهبوط، يعني الماتش الجونه والماتش اللي فات دوت بتاع المقصه والنهارده المقاولين، ثلاث ماتشات ورا بعض، المفروض ان انت يعني ماتش الجونه ده تعمل سكور عشان ترجع ثقه الجماهير تاني، ماتش المقصه ده تعمل سكور عشان تعمل ترجع ثقه الجماهير واللعيبه في نفسها تاني، ماتش النهارده نفس الكلام. ما انت بص الفرق دي ما حدش يقول لي الراجل ده اتفرج على ماتشات وقرا الماتشات، ده لعب الماتش ده زي الماتش اللي فات زي الماتش اللي قبليه. طيب كابتن رضا، يعني هل المباريات دي وانتوا يعني وانتوا في النادي الاهلي اكيد مريتوا يعني بظروف زي دي او بمباريات زي يا راجل ده احنا كنا بنبقى في اسوأ المستوى يا اسلام، اسوأ مستوانا وعمرنا ما قدمنا اداء زي ده. طيب هل المباريات دي بتبقى الناس كانت بتخرج تبقى يعني بتسقف لك تقول لك انت عملت اللي عليك. طيب هل المباريات دي هي مباريات بتبقى مباريات لعيبه ولا مباريات جهاز فني ومدير فني واختيارات تشكيل، يعني ايا كان؟ وانا لسه كنت بتكلم مع الكابتن كشري من شويه. لا ده الكابتن كشري انا زعلان منه، لان هو ده انت مدرب ومدير فني فاهم. الاهلي والزمالك، امال الزمالك يعمل ايه بقى؟ وقبل ماتشات الاهلي وقبل ماتشات ده هو فعلا اتكلم فيها. سوري يا اسلام، وبرده في حاجات كشري متربي في نادي الاهلي ولعب معانا، ما انت شفت، انما في حاجات لازم يقول عليها، يعني بيتكلم عن الاصابات مين السبب، قال لك ايا كان. يعني كشري حبيبنا وصاحبنا، لكن ما تتكلم، خليك جريء يا كشري. لا هو بص خايف يتكلم يا سمير، انت مش هتشتغل يا كشري، عمرك ما هتيجي مدير فني يا كشري، قول بما يرضي الله يا كشري. يعني كلمه يعني انا يعني هو ممكن يبقى وجهه نظره مش عشان اسباب. لا لا مش وجهه نظره، انت عمال تكلمه وهو بيدافع على ايه؟ ايوه الجايز هو الراجل بيقول لك ان الاصابات اللي تعرض ليها النادي الاهلي لو اي فرقه تانيه. طب اللعيبه دي جايه يا سام يا سلام، اللعيبه دي جايه من الشارع ولا بتتمرن بقالها سنه في النادي الاهلي؟ لا بقالها سنه في منهم، يعني اي حد هيبقى متأيد وهيبقى الفانيلا الحمراء ولا البيضاء ينزل يكسر، امال بتوع الزمالك يعملوا ايه؟ على الاقل بيلعبوا بروح، على الاقل رجاله. احنا مش شايفين الكلام ده في النادي الاهلي، احنا مش شايفين الكلام ده. هو بص انا بقول لك على حاجه، النهارده والماتش اللي فات اللي يتحمله المدير الفني اكتر من لعيبه، لان هو بيلعب بطريقه سيئه. انت بتلعب بثلاثه ورا ليه؟ ومحدش هيروح لك، محدش هيهاجمك، محدش هيروح على الشناوي، ده انت المفروض تلعب من غير الشناوي كمان. يعني الماتشات دي المفروض تلعب من غير الشناوي، العب بياسر ابراهيم ويبقى ليبرو زي الخماسي كده. واخد بالك؟ انما انت شفت الماتش ده ولا الماتش اللي فات ولا اللي قبليه هجمه على النادي الاهلي خطره عشان العب بثلاثه مساكين؟ ده احنا كنا بنعيب على الثلاثه الفندرات ومجامرج عاملنا كمان ورا. طب ما انت خدت من القوه والكثافه العدديه بتاعت النادي الاهلي والضغط من قدام. ما انت لو شايل واحد من الثلاثه دول وكان حاطط قفشه من البدايه كان ايه اللي حصل؟ لا كنت هتاكليك ضغط من الاول. قفشه نازل والفرقه كلها مش قادره تشيل رجليها. واخد بالك؟ فالمهم يعني فهو النهارده لا المدير الفني الماتش اللي فات المدير، وبعدين هو الماتش اللي فات طلع في المؤتمر يعني الصحفي عشان الاصابات. النهارده مثلا كابتن كوسري كان بيكلمني ان في اثنين لعيبه يعني في كل ماتش الاهلي بيتعرض لاصابه يا عم مالناش دعوه، كل دول متأيدين ولا مش متأيدين، احنا بنقول لك اي حد ده مقيد في النادي الاهلي ولا جايبينه من تحت. طيب هقول لك على حاجه، الماتش اللي فات مش بيلعب محمد فخري؟ ما لعبوش ليه النهارده؟ ده انت يا راجل اول 10 دقايق في اتنين اتصابوا، ونفس الكلام الماتش اللي فات ونفس الكلام الماتش، يبقى في حاجه في حمل التدريب.
انت في اخر الموسم في نهايه الموسم لازم تطبطب على اللعيبه، وعندك سمير كمونة مدرب وعندك ابو الدهب مدرب يقولوا لك توصل لاخر الموسم تنزل بالحمل. طبعا الاصابات ديت، الاصابات ديت بتيجي الحمل عالي والراجل جاي مش فاهم حاجه، مش واخد باله ان اللعيبه دي بقى لها 3 سنين لحمه الدوري في بعض. واخد بالك؟ وانا قلت اول ما جه وقال لك هيمسك بكره وهيدير بعد كده ماتشات الدوري، قلت عليه العوض في الدوري، لان راجل لسه جاي من الدار ما يعرفش حاجه عن الكره المصريه، ولا يعرف اسم النادي الاهلي ونادي الزمالك، اكبر ناديين في مصر، بس ما يعرفش خبايا الكره المصريه ايه. واخد بالك؟ بس انما كشر انا زعلان منه، لان قول الحقيقه، انت ما تبررش، تبرر ليه؟ اللي يبرر ده واحد ماسك في الجهاز. كشر حبيبي وصاحبي وكل حاجه، بس كلامه ما عجبنيش، مايع ومش هيشغلوك. هو اتكلم عشان في الشغل لا اتكلم كابتن رضا، ابناء النادي اللعيبه كلها شغاله بره، كلنا شغالين بره كابتن. الكلمه دي يا عم اسلام، عايزين نلغيها يا كابتن رضا الكلمه دي. لا 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 اسمع بس الكلام، انت اتكلم عشان لما انت تدوس وانا ادوس والكلام ده، البهوات اللي هم كانوا بيطلعوا يقطعوا فيك يعرفوا ان مصر كلها عارفه ان فرقه الاهلي واقعه والمدرب واقع، فلازم يبقى في تصحيح مسار. ما انت عمرك ما تبص، طول ما انت بتكسب وكان الاداء وحش كان كله يقول لك اهم حاجه 3 بونت، مش خدنا 3 بونت زي الماتش اللي فات وزي الماتش اللي قبليه، الثلاثه بونت الثلاثه بونت. طيب فين الاداء؟ فين شخصيه النادي الاهلي؟ طب انت بتنافس على الدوري بالشكل ده، ينافس على الدوري؟ كشري لا، قول بما يرضي الله، قول لا الفرقه وحشه، مدرب وحش. انت تقول لي ازاي انا كنت بقول زيك كده اول 5-6 ماتشات، بس لا، في ماتشات اللي هي الضعيفه دي ما العبش ثلاثه مساكين يا كشري، ده انت مدرب ومدرب فاهم ومدرب، يعني كنت ليك بصمه السنه اللي فاتت واللي قبلها في الدوري الممتاز. في البدايه قعد يهلفط على كشري مدرب النادي الاهلي السابق، وقعد يقول له ايه يا كشري، لا قول مش عارف ايه، ما تخافش مش هيخلوك تدرب النادي الاهلي مش عارف، وابتدى يعني يعمل له كارت ارهاب كده، قول اللي انا عايزه، قول اللي في دماغي، ما تقولش حاجه في دماغك، كل ده امره امر سهل ومش مشكله. ولكن لما بقى في عندك كام اصابات، 14 لاعب ولا 13 لاعب، وفي الاثنين لعيبه اتصابوا منك في اول دقيقتين او اول 10 دقائق، بيلخبط اوراقك كمدير فني، وبالاضافه ان انت ما عندكش اوراق وما عندكش حلول، بالاضافه ان في لعيبه يعني ريكاردو لما جه النادي الاهلي كان في علامه استفهام كبيره على ناس كتيره في الفريق، قال لك ده وحش وده وحش وده وحش وده ما بيأديش وده وده وده، وادى فرصه ميكي سوني، ما هو لازم عشان ياخد القرار الصحيح ان هو يطيح بيه لازم يديله العلامه الكامله، لازم يقول له او يقول للاداره انا جربت مره واثنين وثلاثه ولقيته غير مفيد للنادي الاهلي. ف كلام اللي قاله رضا عبد العال فيه كتير من الصح، ولكن في جوانب اخرى موجوده في النادي الاهلي المفروض تتعالج. ازاي النادي الاهلي يتدرب على الضربات الثابته؟ ازاي النادي الاهلي يتدرب على الكورنرات؟ ازاي النادي الاهلي يتدرب على التسديد من خارج ال 18؟ ازاي النادي الاهلي يعمل عرضيات متقنه داخل ال 18 وفي كثافه عدديه؟ ازاي النادي الاهلي يمارس الضغط بشكل جيد على الخصوم؟ قبل كده قلتها وهقولها، جوزيه ربنا يمسيه بالخير كان بيعمل الاتي، كان بيعمل ايه؟ كان بيقسم ملعب التتش نص واحد بس، وفي ال 22 لاعب في التقسيمه، وكان بيلعب ال 22 لاعب في نص ملعب عشان يعود اللعيبه على الضغط، وكان لما كان يبقى في لاعب كان يقول له اضغط، غلط الخصم، خد منه الكوره. الكلام ده ما بيحصلش في النادي الاهلي. النادي الاهلي اخسر بس ادي، اعمل اللي عليك، اللعيبه كلها جوه ال 18، اللي يقع واللي يعمل لي كده واللي مفيش حرقه، مفيش اللاعب عايز ياكل الارض، بتحس اللاعب كده ايه؟ اكنه رايح رحله، رايح يتصور سيلفي مش رايح يلعب مباراه. فالنادي الاهلي وجع قلوب 80 مليون اهلاوي، وبعدين والاخر ايه؟ ما احنا عايزين نقطع لسنه ابو لمعه الجرجير اللي طالع يشمت، والواد خالد فطوطه اللي منزل وهو بيشرب العصير شغل النسوان وشغل ال يعني بيوت الدعاره ده، اهو يعني ماسك لي عصير وبيضحك كده، شغل رخيص من 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 اوساخ، من اعلام قذر، من اعلام زملكاوي قذر. بس هنقول ايه؟ ما هو احنا اللي بنجيب الـ يعني الشماته لينا. ما لو اللعيبه دي رجاله، انا نفسي كابتن الخطيب يمشي اللعيبه دي كلها، قول لهم معلش ارتاحوا كده في بيوتكم
وقعدوا لكم شهرين ثلاثه ويجوا، والله اللي يأدي كمل، اللي ما يأديش خلاص مع السلامه. ونلعب بالناشئين يا سيدي، العب بالناشئين، ما انت كده كده خلاص، انت كده كده بلح. وعلى فكره اللي يقول لك الدوري لسه في الملعب قول له شكر الله سعيك، قول له كده. اي حد يضحك عليك ويقول لك الدوري في الملعب قول له لا، مستحيل يكون الدوري في الملعب باللعيبه دي، عمر ما الدوري يكون في الملعب، دوري اللي في الملعب. حتى لو بيراميدز فاز، حتى لو الزمالك اتعادل مع بيراميدز، الزمالك هيفوز في كل ماتشاته، بيراميدز هتفوز في كل ماتشاتها بالاحتواء وبالتحكيم وبالاصرار والعزيمه اللي عندهم اللي مش موجوده عندك. اتعكست الايه، انت كانت روح الفانيلا موجوده عندك، هم دلوقتي مرتضى منصور بيغريهم بالفلوس، كل ما بيفوزوا مباراه بيجيب شنطه فلوس ويوزع من مال الدوله، من مال حضرتي وحضرتك وحضراتكم اجمعين. اشرف صبحي مديله ميزانيه مفتوحه، كل ماتش يوزع 100,000 100,000 100,000، يوزع له 700 800,000 على اللعيبه والجهاز الفني كل ماتش. ففي حوافز يا بيه، انا بلعب باخد فلوس، باخد. فمرتضى عارف ده، غير بقى ان هو نجح في ان هو يخرجك بره التركيز بتاعك كل يوم والتاني في الاعلام، ويقول ده مع الخطيب، ويقول ده مع اسامه حسني، ويقول ده مش عارف يعني على مين الى اخره، نجح في النقطه دي. انتهى الفيديو بتاعنا، وما نجيلكمش في حاجه وحشه، وربنا يصبرنا ويصبرنا، ربنا يصبرنا ويصبركم على ما بلانا. تنساش عزيز الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفنا اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاوي على اليوتيوب. بشكركم مره و2 و3 و10، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، السلام عليكم.